مصر نوابغ القرن الأخير، مصر محمد عبده، مصر محمد عبده. هذه عقلية محمد عبده من المصلحين، ها؟ محمد عبده ممن؟ ها؟ من التيار الإصلاحي في القرن الأخير. هذا عقليته. اسمعني عزيز، اقرأ لي. يقول مصر محمد عبده وسيد جمال، مصر الساعد زغلول وأحمد شوقي، مصر عبد الناصر والشيخ حسن البناء. نبدأ مولانا بعلماء السنة قبل علماء شنو؟ حتى لا يقولون السيد فقط همه أن يطعن أين؟ ها؟ في التراث الشيعي. عزيزي من قال لك لا؟ بيني وبين الله، ولكن أنا أعتني بالتراث الشيعي لأني أنتمي إلى هذا التراث. عزيزي أنا أنتمي إلى هذا التراث، فلا بد أن أدافع ماذا؟ إذا فيه نقص وعيب، من لا بد يصحح هذا النقص والعيب؟ أعطيه بيد أعداء المدرسة، لو من داخل المدرسة لا بد أن يصحح، أي منهما؟ إذا تعطى هذه النواقص والعيوب والإشكالات بيد أعداء المدرسة، يخربون البيت كله على رأسه. على رؤوسه. لا بد نحن نصحح هذا التراث. نحن أولى بتصحيح هذا التراث. ولهذا تجدون أيضا أؤكد على ماذا؟ على موروثنا الروائي. هذا مو معناه أنه كما يقال إثبات شيء لا ينفي عن ما عدا، مو معناه أن تراث أهل السنة مولانا أصح من تراثنا، بل أشد وأسوأ بألف مرة من تراثنا، وذكرت له مصادر كثيرة فيما سبق.